فين انت والكابتن ابو رجيله والكابتن طه كان بيجي لك فين؟ نسيت اقول لك الحته دي. مين؟ انت كنت بتقعد مع الكابتن ابو رجيله؟ ايوه. والدكتور طه كان بيجي لك فين؟ احنا كل ما نروح له. بتروحوا له؟ فين؟ بروح له البيت. البيت؟ في كل عيد او في كل مناسبه نروح انا والكابتن ابو رجيله نزور الكابتن الدكتور طه اسماعيل. يعني شوف، واحد من الترسانه، واحد من الزمالك. والامور ماشيه عادي جدا، بالذات بقى ما الناس الثانيه بتفكر التفكير السيء. ابدا. وبعدين الدكتور طه يعني لغايه دلوقتي احنا بنتعلم منه. طبعا يعني طبعاً. انا لما بقعد اتفرج على الدكتور طه وبيحلل، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ انا لحقته في الاخر، اتفرجت عليه كده في حاجات كده خفيفه، انما عشرته هو مدربي. يا سلام، حاجه يعني بسم الله ما شاء الله. دكتور مصطفى ده حاجه عند الناس، لازم تعرف قيمه ايه دكتور طه اسماعيل ده. طب قول الو كده. الو الو، ايه يا سيدي الصوت الجميل ده؟ يا تلوى، اهلا وسهلا. ازاي معاليك يا دكتور؟ الله يخليك يا كابتن عبد المنعم. ده انا يعني النهارده سعاده الدنيا كلها معاك. والله انا اسعد. والله الله يخليك يا دكتور، اكتر الحبايب والله العظيم. شفت بقى يا عم؟ يا دكتور ازاي سعادتك؟ انا يا دكتور مصطفى. اخبار حضرتك ايه؟ تمام. الله يخليك يا حبيبي، الله يكرمك ويبارك فيك. ربنا يديك الصحه وتمتعنا كمان وكمان. انا سيبك بقى تتكلم مع اللواء عبد المنعم الحاج وترجعوا لنا الذكريات الجميله بتاعتكم. ماشي. الحاج والشيخ او الشيخ والحاج. ده الكابتن لطيف ده. الشيخ والحاج لطيف طبعا، اطلق المقوله ديت. وطبعا دي عملت اقران بيني وبين وده شرف لي ان انا ابقى منتسب له في هذه اللعبه. يا دكتور، واسمي مقرون باسمه، يعني حاجه جميله يعني. ده تواضع منك يا دكتور. لا والله والله يا دكتور، ده ربنا يكرمك ويخليك يا رب، اخلاقا ولعبا الله يخليك يا دكتور. ده كل ده عندك انت مش عندنا. شوف يا كابتن عبد المنعم بقى، انا اتكلم كلمتين عنك بس كده لوجه الله تعالى اللي هم كابتن عبد المنعم الحاج كان لاعب على مستوى عالي جدا، سواء في نادي الترسانه او في المنتخب، ويمكن علاقتي بيه في اللعب كانت مرهونه بالكلمتين دول، الشيخ والحاج. يعني بتبين على طول ان احنا في 18 مع بعض على طول. فدي حاجه. الحاجه الثانيه الجانب الاداري. الجانب الاداري كابتن عبد المنعم الاداري والفني مدرب على درجه عاليه جدا، وشفته طبعا مع اكثريه مع نادي المقاولين العرب. نعم. شغل معاهم عظيم جدا ومع المنتخب. وده مش بعيد، مش كتير عليه، لانه شخصيه محترمه وعنده العدل في التعامل مع اللاعبين وكيفيه التعامل مع اللعيبه، ودي عمليه مهمه جدا قبل النواحي الفنيه. اهم حاجه انك تتعامل مع الشخصيات المختلفه من اللاعبين. ويمكن ديت معلش هتجرني برضو حته كده لنادي الترسانه اللي دايما كان يجيد تخريج الاداريين، بدءا من الحاج مصطفى كامل محمود حكم المونديالي، وبعدين مرورا بكابتن عبد المنعم، كابتن حرب الدقشوري رئيس اتحاد الكوره، كابتن بهاء اداري في اتحاد الكوره واتحاد الكوره وفي بعض الانديه العربيه، كابتن ندخل في الحكام، يعني عندنا في الحكام كان كابتن اللهم صل على رسول الله من الترسانه مصطفى كامل. المهم يعني نادي الترسانه كان يخرج معظم الاداريين الممتازين جدا، ودي حاجه كانت عظيمه جدا، ومنهم الكابتن عبد المنعم الحاج، سواء في الاداره او في التدريب او في يعني الامور العامه الخاصه بكره القدم في مصر، وارائه المحترمه وتدخلاته في كثير من الامور وابداء الراي السديد فيها. فدي برضو من خصاله الجميله جدا اللي خلته في الوسط الرياضي من الأشخاص المحبوبين جدا والمقربين إلى قلوب الناس. نعم. وأول ما تهن لك أي مشكلة تلاقي الكابتن عبد الحاج عنده جزء كبير من حل هذه المشكلة. الحقيقة أنا بعتز بقلان اسمي باسم الكابتن عبد الحاج، افتخار كبير جدا. الشخصية المحترمة اللي ما زالت على مدة حياتها كلها لم يعني تحيد عن الأخلاق المحترمة والتعامل مع الناس كلها بحكمة، وحاجة عظيمة جدا. شكرا يا دكتور طه، ده كلام كبير قوي علينا ده.
والله احنا مش قدك والله. والله انا لا انا الله يخليك يا دكتور. انا بقول الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضاه يعني. الله يخليك يا دكتور. طب دكتور طه كان نعم. كان لعيب يعني سوري في التعبير كان لعيب رزل في الملعب قوي. طبعا هو طبعا انت عارف هو طويل ورجليه طويله شويه. ما احنا كلنا طوال وهكا. تيجي تفوت من ناحيه تروح مادد رجله الشمال من ناحيه الشمال تروح مادد رجله اليمين يعني حايز في الطول في الكره العاليه يعني فوق وتحت يعني فوق في الكره العاليه مميز فيها في الكور اللي تحت زي ما بقول لك عنده برجل كبير جدا نعم طول ورجلين فتفوت من اليمين يمد لك رجله الشمال تفوت من الشمال يمد رجله اليمين فكان يعني صخره في الدفاع ومن الصعوبه المرور منه ربنا يخليك يا دكتور الكرات المشتركه الكرات المشتركه كان مميز فيها بحكم الـ الـ الاشياء الطبيعيه اللي عنده من خلال الطول ومن خلال القوه البدنيه وجاده اللعب بالراس كل دي امور كانت في ميزانه ولذلك كان من افضل المدافعين في مصر عموما مش بس في نادي الترسانه. الله يخليك. نادر من النوادر كده سواء المنتخب مصر او مع وانت بتلعب الترسانه كان في كده حاجه بينك وبين سياده اللواء كده حاجه من النوادر؟ لا والله احنا كنا في اثناء المباراه كنا ما فيش عندنا عصبيه يعني ممكن واحنا كره بعيده مثلا نتكلم اي كلام عادي مع بعض ما فيش اي مشكله يعني ما فيش العصبيه الكبيره اللي موجوده. لكن هو في نادرة من النوادر هي مش تخص الكابتن عبد المنعم الحاج تخص نادي الترسانة والنادي الأهلي. مرة بنلعب نادي الترسانة وبعدين الماتش طبعا الترسانة كان في عزها نعم فرياد والشاذلي وعبد المنعم الحاج وكل اللعيبة محمود حسن معاه ممتازة كلها والماتش صعب جدا المهم ايه الجمهور الملعب كله جمهور النادي الأهلي أكثرية يعني طبعا في ملعب الترسانة نعم كان في حكام يونانيين اللي بيحكموا المباراة فالسايس الله يرحمه جات له كورة من الشمال كده رفعها فرحت قلشة وداخلة جول فالملعب احمر كله فالحكم افتكر ان دولت الهوم تيم فبعد كده كل كورة تلعب مصطفى رياض اوف سايد الشاذلي اوف سايد الشاذلي جري راجل قال له ده احنا اللي جايبينك يا عم مش هم كابتن طه لما كانوا بيقول لك البيت هو كابتن ابو رجيله ده اسعد اللحظات الله يخليك يا دكتور كانوا بيجمعوا كل الاخوه الاحباء اللي زملونا في الرياضه سواء قبلنا او بعدنا وكانوا يجمعوهم وكانوا نجتمع كلنا مع بعض سواء عندي او عند الكابتن عبد المنعم الحاج او عند الكابتن ابو رجيله نعم كانت لقاءات جميله جدا طبعا بترجعنا لحياه اللي لعبناها في الكوره والنوادر بتاع الكوره وايه بيحصل بينا وبين بعض وكانت تبقى قاعده جميله وسخيه من المعلومات ومن التقارب ومن ذكر الذكريات الجميله والكابتن عبد المنعم كان له دور فيها بقى في تجميع الناس يعني هو برضو يعني صاحب فضل في هذا الامر يعني الله يخليك طيب هم كانوا الزياره وقت الزياره كانوا بيقول لك البيت كانوا مظبطين نفسهم على الغداء ولا كان بعد الغداء ولا ايه؟ لا هم كانوا بيجوا متغديين معاهم اكلهم ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب ونشوفك في احسن صحه وتمتعنا كمان وكمان بتحليلاتك الجميله يا رب الله يخليك يا حبيبي انا سعيد جدا ب المكالمة ديت وتمنيات الطيبة للكابتن عبد المنعم الحاج الله يخليك يا دكتور مصطفى ربنا يخليك ربنا يكرمك الله تعالى يسعدكم جميعا يا رب ربنا يخليك شكرا يا دكتور شكرا يا دكتور تقول لنا على نادر كده من النوادر كده بتاعتك مع ما فيش نادر من النوادر في الملعب كده لا ما فيش خالص لا كان في احترام بين اللعيبة بينهم بعض وكل حاجة دي نمرة واحد وما كانش فيه عنف نعم يعني انا فاكر مره دكتور طه ده كان بيلاعب النادي القنال وكان ماسكه كابتن سيد الطباخ وبعدين دكتور طه جاي بالكوره كده وعمل انه هيشوط وملامم ولم ف
فطلع سيد طباخ بره ورقعه واحده بالشمال صفرت جوه الجول. اه فانا خلاص قابلت ابو السيد بقى بعد كده. اه قلت له عرب ايه اللي عمله دكتور طه ده؟ اه قال ده انا لقيت نفسي برايح. فطبعا انت لازم تبقى عامل حسابك انك انت بتلعب واحد خطر جدا. نعم. ماسك واحد خطير جدا، انك لو غفلت لحظه خلاص. ما هو ده بقى ده الفرق بين اللعيب الموهوب واللعيب العادي. في طب انت شايف مين من اللعيبه الحاليه دلوقتي اللي ممكن ياخد جزء بسيط من الكابتن طه؟ اصل الناس تقول لك ايه؟ ده زمان كان حاجه ودلوقتي كان حاجه، لعيب الكوره هو لعيب الكوره. طبعا ست اللي طبعا هو النهارده انت بتشوف لعيبه، بس بقى يعني معظم اللعيبه دلوقتي يا دكتور مصطفى ما بتخليش اصلا انت معتمد على الموهبه. نعم. كلهم محطوطين في قفص واحد اللي هو الخطه. بقى دلوقتي اللياقه البدنيه هي اساس كل شيء. ما والقوه البدنيه، انما تكتيكيا بيبقى حسب كل مدرب هو عايز ايه. ايوه. انما اللعيب اللي هو بيصنع الفارق بينه وبين اي لعيب تاني مفيش. ودي بقى قلت قوي يعني. طيب وانت في الترسانه وشايف بتلعب قدام بتكسب الاهلي وتكسب، بس حظوظك كان وحش مع الزمالك. مش كده؟ طيب وانت بتلعب بقى مع الترسانه وشايف الاهلي وشايف الزمالك، هل الصحافه كانت مهتمه بنادي الترسانه قوي زي اخبار الاهلي واخبار الزمالك؟ بس قبل ما تجاوب هناخد فاصل ونواصل حلقه الليله من المغرب.